وللحديث عن تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل في عدد من ملفات عد على رأسها الموازنة والوزارات الشاغرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ لبيد، من جديد تطفو على السطح الصراعات بين بغداد وأربيل في ملفات الموازنة المالية والنفط ومحافظة التأميم وكذلك بعض الوزارات، كيف تقرأ هذه الصراعات وجذورها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بالحقيقة يمكن تسميتها خلافات، يعني أكثر يعني واقعية من أن نسميها صراعات. إلى الآن لم يرتفع مستوى ومنسوب هذه الخلافات إلى ما يمكن تسميته صراعات، لكن من المرجح أن تصل إلى هذا المستوى. هذه جذور هذه الخلافات تعود إلى عام 2005، وتحديدا ما يتعلق منها بالمادة 140 وهي المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، ومن أبرز هذه المناطق كما نعلم محافظة كركوك الغنية بالبترول. وتنص المادة كان في ذلك الوقت أنه من أجل حل هذه المسألة، مش مسألة المناطق المتنازع عليها، كان ينبغي أن يجرى في غضون عامين تجرى عملية تعداد سكاني في هذه المناطق، باعتبار أنه هي مناطق مختلطة فيها سكان عرب وسكان أكراد. وبعد إجراء التعداد السكاني تقام عملية استفتاء في هذه المناطق، وتحدد على ضوء نتيجة التعداد السكاني والاستفتاء هوية وعائدية هذه المناطق. لكن مر عامان، يعني كان هو صلاحية هذه المادة ينتهي في عام 2007، مر عامان ولم يجرى أي استفتاء أو أي تعداد سكاني، ولذلك فلم تتم حل هذه المسألة، واستمرت المادة 140 وما يسمى بالمناطق المتنازعة ما زالت هي النقطة الأساسية في الخلافات بين الإقليم بين والمركز. طيب برأيكم لماذا هذه الصراعات رغم توافق الكتل على السوداني الذي شكل حكومة مبنية على المحاصصة؟ نعم، يعني حسب ما وصلنا من معطيات ومن معلومات ان الاكراد يعني مقابل تمريرهم لحكومه السوداني التي تمثل الاطار التنسيقي طالبوا الاطار التنسيقي بالوفاء بوعودهم الخاصه بمساله المناطق المتنازع عليها وتوزيع المناصب في هذه المناطق، يعني وأيضا حقوق موظفي إقليم كردستان التي تخص مرتباتهم. هذه هي المعطيات التي توافرت يعني في قبيل الموافقة على الحكومة وتمريرها، لكن لم تكن هناك وثيقة يعني مكتوبة أو تفصيلية تفصل هذه. أستاذ لبيد، هل نفهم من هذا الكلام أن الإطار التنسيقي وافق على مطالب كردستان العراق من أجل تمرير حكومة السوداني فقط، ما يعني أن أربيل وقعت في فخ مع الإطار التنسيقي؟ نعم، الحكومة الإطار التنسيقي وافق على شروط موافقة مبدئية على شروط الأكراد مقابل تمرير وعدم عرقلة الموافقة وإقرار الحكومة السوداني، لكن هناك هامش كبير بالحقيقة للتسويف ولجدولة المشكلة الذي سيطول وأعتقد إلى ما شاء الله من الأعوام. وأعتقد أن حظوظ الأكراد في مسألة حلحلة هذه المشاكل وتنفيذ شروطهم التي قدموها للإطار التنسيقي، أنا أعتقد أن حظوظهم تتضاءل، لأن البرلمان بالحقيقة أصبحت مقاعده أو سيطرة الإطار التنسيقي وتحكمه بمزاج البرلمان حظوظ جيدة بعد انسحاب. أستاذ لبيد، بحسب الحكومة في كردستان فإن وفدا كرديا سيبحث في بغداد المطالب الكردية فيما تسمى بورقة الاتفاق السياسي، هل برأيك سيستطيع الأكراد الوصول لحل مع السوداني في الواجهة والإطار من خلفه؟
جزئيا نعم يستطيعون، يعني في هناك لنستعرض اهم الاشياء التي ممكن ان يتوصلوا فيها الى حل. نعم. مرتبات الموظفين هذه مساله سهله الحل يعني. نعم. والسودان التنسيق الامني في المناطق المتنازع عليها، هناك حاجه بالحقيقه حاجه كرديه لهذه لعمليه التنسيق. نعم. والمركز حكومة المركز قادرة على الوفاء بهذه المسألة، يعني لديها قوات أمنية باستطاعتها أن تملأ الفراغات الموجودة في المناطق المتنازعة عليها. نعم. هناك آلية تصدير النفط من الإقليم، هذه مسألة ليست سهلة، لا أعتقد أنها سهلة لأنها ستصطدم بقانون النفط والغاز الذي وهو قرار الذي صدر من محكمة الاتحادية يعني. نعم. والقرار يقضي بأن الإقليم يجب أن يسلم كامل إنتاج الإقليم النفطي إلى الحكومة المركزية، والإقليم كما نعلم رفض الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية ولم يسلم شيء. نعم. ولم يسلم حصة الإقليم مثلا من ميزانية الدولة، يعني حكومة العبادي خفضت حصة الإقليم إلى 13%، الحكومة السودانية لا مانع أعتقد بسهولة ستعيدها إلى 17% رغم أن الأكراد يطالبون ب 20%، لكن أعتقد 17% ستكون حدا وسطا. أما المناطق المتنازع عليها والمشكلة الجذرية التي مرت ذكرها والمتعلقة بالمادة 140، أعتقد أن هذه المسألة عالقة وستستمر لفترة طويلة، لأنه لا يمكن لقوة الإطار التنسيقي على أن توافق على إجراء عملية تعداد سكاني ومسألة تطبيع المناطق. إلى أي مدى ترى أنه من الممكن أن يراهن الإطار والسوداني على استمرار الخلافات في أربيل لعدم تنفيذ المطالب الكردية؟ هذا يتوقف على عدة عوامل، من بين هذه من أهم هذه العوامل مسألة التضاريس والتعرجات التي قد تتعرض لها والهزات التي قد تتعرض لها الحكومة. حكومة المركز يبدو إلى حد الآن أن الأجواء صافية بالنسبة لها، وهي الآن منشغلة في مسألة تصفية آثار الحكومة السابقة حكومة الكاظمي، وكما نشاهد ونلاحظ بأن الحكومة حاليا منشغلة في إقالة كثير من الكبار الموظفين والمدراء العامين والضباط الموالين للحكومة السابقة، ومن أجل أن تصفو لها الأجواء ومن أجل أن تجذر وجودها في الحكومة وفي مفاصل الدولة عاكف الآن على هذا الوضع. طيب. هذه المسألة، ولذلك لا نعلم مدى هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذا تعرضت الحكومة إلى هزات كبيرة فمن المتوقع أن يستغل ذلك الأكراد القوى الكردية من أجل ابتزاز الحكومة والاستحصال منها على على كثير من التنازلات. وكيف تتوقع رد فعل أربيل على مراوغات السودان والإطار التنسيقي؟ بمعنى آخر، هل العراق ينتظر أزمة سياسية جديدة بعد الحلول الترقيعية التي أوصلت السودان إلى رئاسة الوزراء؟ هناك أكثر من سيناريو بالحقيقة، لكن السيناريو المتوقع أن الأكراد سيحاولون إعادة بناء محاور قديمة، يعني ربما يعودون إلى التنسيق مع التيار الصدري من أجل ممارسة الضغط من ضغط ثنائي، ضغط من الوسط والجنوب، ضغط شعبي، وضغط ايضا من الاقليم من خلال انه استغلال مساله موضوع النفط ومساله تفعيل الملف الامني ايضا في المناطق التي لهم فيها نفوذ كبير، الاكراد فيها نفوذ كبير، وبذلك اذا نجحوا في ممارسه ضغط ثنائي من هذا النوع فأنا أعتقد أن الحكومة تواجه أزمة كبيرة في ذلك الوقت. نعم. عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد صميدة كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.